ولا هادشي مخبي تماك. قراتك الشاشة بعيد. الله يسر وصافي. واش غنلعبو تشيكنز ولا غنلعبو عاوتاني ماسة؟ هذا برا بعض المرات كنلعبو بماسة. وانا شي نهار يقول راكم لاعبين تشيكنز. وحنا غادي نشوفو عاوتاني ان شاء الله. يلا تحرك واحد شوية البردة بالعيد. يلا تحرك البردة. أول يوم حرارة الإخوان. قوتهم ما فتوق ولا تتناوش حنا ما ترجع والو. تاش غيرجع الله يديك. الحميمات. اينات نعم بركو اجل 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 تلحق شهر 8 واش هذا الله يصوم وا كما شاهدتوا معايا الاخوان كاين واحد شويه ديال الصداع سواء في مدينه الدار البيضاء ماشي غير الدار البيضاء كلشي مدينه الرباط كلشي على حساب هاد المسابقات اللي كيديروا الدكانيين المغرب كله المغرب كله المغرب كله المغرب كله كاين شي مناطق راه حسبها الاولى صافي مسابقه سلاو تفكروا الموسم القادم ان شاء الله حنا باقي معطلين لحقات علاش باقي كنبداو معطلين وكنسالو معطلين هذا هو المشكل عندنا كنبداو حتى الاخر في شهر واحد ولا ندوز في شهر جوج يلا كتزاك يلحق شهر ربعه كيديك الحساب كامل ما كيبقى لك والو ولا بديتي عاوتاني بكري عاوتاني على حساب الجزائر، إلا بديتي عاوتاني في شهر 12 الناس باقا مطيبة، يقولك الجزائر باقا ما كملتش عدو، التريتمون باقا ما كملهاش، لونطريمون باقا ما سريناش. خاص بروغرام تبدل، الناس يفرخوا في شهر 12، شهر 1، شهر 2. الله يصوبو صافي. شهر 7 تلقاك ساليتي. شكون اللي يضيع مسكين المولوع مسكين هو اللي يضيع. المولوع الدرويش ماشي المولوع اللي الشكارة ديالو عامرة. هضر أنا ديما كنهضر على الدرويش. مكنهدرش انا على الناس اللي الجيب ديالهم عامر لا ايوا هادشي اللي كاين يا خويا اش جاني خو اش جينا دابا عليا الله كرهنا جينا انا ما كرهت والو راه صالح لي كرهت يلا غندوروك انا يلا شتيني طالع كرهتك كرهتنا انت ملي كيحطوا البيض يلا كرهتنا يلا كرهتنا جينا طلعنا انت واش وانتو حنا راه بداو كيبايدو هنا بداو كيبايدو بعضياتهم واش هاد لهم واحد الذكر رجع لي الاخر الذكر رجع الاخر دوك الناس هما الله يهديهم كيديروا بحال هاد الفعيل هادو لعمر لا الاخر اللي حيدو لي باك مانيتيك الاخر اي سير 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 عاد باقي الحميمه ديال تاعكم السينه الحميمات بعد الخير قول لي باقي ولكن ترى واخا ما حطيتش الشرب راه والو تقول حبه والو وكحاس اليوم الحراره اليوم والو اليوم شنو هو اليوم اليوم الاحد اول يوم في الحراره فقالوا غتكون واحد الايام اللي غتكون ديال ديال هذا الجو هذا هانتوما الاخوان واحد السكر يلا جانا هاهو هانتوما الاخوان كيما كتشاهدو معانا واحد السكر لي السيني ديالو 386 97 2018 نزل نزل قراصة طلعت لي الفوق قراصة طلعت لي الفوق غادي نقصوها ليه هي ليه هو شنبور جانا من واحد المسابقة ولكن بلا باك مانيتيك هانتوما الاخوان اللي بغا يطلق شي حمامه تلقى كامله ما يطلقاش مصيبه كنت معهم 1000 فرانك اصاحبي والله الا مصيبه بالله الله يديهم الله يديهم دابا هاد الباك مانيتيك دابا حنا خصنا نقلبوا على الباك مانيتيك نمشيو نعاود ندخلوا عاوتاني في راه هذيك الخدمه باك راه كاين غير ديك سير الديل السيد اللي غيدخلوا وتقعد تبرزوا نهار لونجمو واللي يقول عاوتاني واقيلا مدبر على شي حمامه باغي يلعب بها هي ماشي ديالو مشكله اصاحبي والله الا مشكله اي ساكي جدو حدا دابا هذا خطار بات لي بغى يولفها ولا حيت ما داش فين نمر التليفون تقولوا غيطلقها ما داش فين نمر التليفون تلقى دابا راه جوجو وقال بقى هو هذاك 13 بحال هذا ماك مانيزي مشكيله صح تلقى
الحميمات اللي بقاو الاخوان الذكور ان شاء الله ننزلو نمشاو نتلقاو الذكوره. الذكر اللي كان جا مغيس سباك الله شبعان زيت داك يتقاد شويه داك الذكر بعيد جنب زيت نشوفوه انا وراك بوحدو هذاك هذاك ولك النعوم مسكين ركان دوش داشي صح راولي اون باس معاك راه مقلوب انا عارفش مقلوب عندك كان جايبها يخرج ولد الحرام راه سطيت ديك الفيديو سطيت شي لك دوش ليه وشحال حيدنا ليه وباقى فيه مازال هكا عاود دوش عاود ثاني هو انا مازال وجاي معكر بعدا جاي معكر هذا مسكين بحال داك الحامل اللي كنا شفنا اللي كيلوحوا الدراري في فيسبوك مغيس شبعان زيت معاهم هذا معاهم مسؤول معاهم شوف مسكين صح الحامر مشكل الحامل شبع زيت شبع والحمد لله درنا لهم هذا كتبت العام الجاي هذاك بلا حتى العام الجاي لا سالت العام الجاي هذاك ودرنا له شويه سيدوكور وشويه بحامي خوي وبالنسبه للحامل الله يسمح لنا منه وصافي تكرفس تقدر يلعب مازال على حسب ما تعرفش لا فورم شويه ترى مازال ما طيح شويه مازال طيح شويه دخل علي داك بحال هكا تلقى راك ديك تلقى راك كاريشي تلقى كاريشيه ولا يطير مع الحمام وصافي نزلوا نجاوب العيد ياك باش نشد هذيك الله يجعل بركه خاطر دابا تقريبا كنساعه بعدا جيرنا جوج كره ما ولكن يجمع عليك خرجوا جد كوروي مع الطواجن ها علق دابا يدخلوا ياك دخلوا دابا الرشي صار لي الله يحفظك دخل وكان تحركوا من الوكاله شد هلا 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 يلا تحرك طلق راسك اس هذا سي قريب الزواقه ترى اللاروب هادي فراس الله يلا روب هاتوا يا اخوان شي مويك لا شي دير دروس ما تبقى من الحمام في هذا الموسم
المافط قاعد داولنا الحميمات شادي اليوم زيد 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 هاتوما الاخوان هما الحميمات اللهم بارك وزد في ذلك ونجينا ايانا واياكم من المهالك واحد وليد راه واحد ديالنا راه وييه هذاك ما بغاش يمشي بحالو هذاك الولد كيفاش هذا وسير اوليدي سير سير بعينك الله راه يدير لنا شي مشكل ولا شي حاجه يلا زيد وانتوما سيروا دخلوا وانتوما كيما مشى الاخوان بعد مقتطفات من لوفت ديال الابطال الطوندين بالعيد صلاح الدين عن جمعيه ملتقى الابطال وشي اللي كاين الاخ صلاح ياك زيد ابني زيد الغالي ماشي مشكل انتوا الملاجيات ديما كيديروك اه ما يدخلوا بعد قولوا لي شو واش يشوف حالاته وداك الولد واش يشوف حالاته حلا من الداخل حلا من الداخل الخوض خلاص حلا غير سبوتنيكا من الداخل يا هذا ما غاديش في حالته هاد المصط الوايدين الود راه ماشي في حالته راه كنجريو عليه راه تقول ماشي في حالته سير حالاتك سير حالاتك كشت 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 غيروا الصورة يا الله اخويا هاتوما كيما شفتو معنا شنو هذا حلو حلو حل تاكل مع الاخرين وصل حتى قالت معاش كيفاش واش الجو غيتبدل ولا ما تبدلش الجو؟ لا وقالوا غندوز مسابقه زوينه الله اعلم ونتمناو شنو كنتمناو؟ باغا تشوف داك الشتاء تشوف داك الكاد داك النهار مي غيطلقوا فيه حات تيطلق الحمام حات تعرفوا واش الجو زوين ولا ماشي الجو زوين ونتمناو يتقادل شنو الشيء اللي بغينا ان شاء الله ان شاء الله وكيفاش شفتوا معنا الاخوان دائما عند ابطال صنديب العيد صلاح الدين في هاد اللقطات في هاد الفيديو هذا كنشكر جميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا القناه قناة بالعيد منتقي عبر اليوتيوب وتحية جميع الإخوان ديالنا اللي كيشجعونا وكيبغيو لنا الخير ما عليكم ديروا جيم تابوناو معنا وديروا كومونتير اشتراك وتحية جميع الإخوان ميسر الأحمر تا هما نزيدو ماشي مشكلة راه ما عندكم يلاه حنا راه مسالين في هذا الفيديو نستودعكم الله وفي أمان لقاء بكم مرة أخرى ومع فيديو إخوان ديروا أبوني واشتركوا على القناة ديال أخوكم بالعيد دعموها
راه كيدير المستحيل وكيقاوم باش يولعكم معاه. هو الشيء اللي كاين. السلام عليكم.